السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ونورك ساسي. بسم الله، مرحبا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، اهلا وسهلا الى المباراه الدوليه الوديه اليابان البرازيل في العاصمه اليابانيه طوكيو، بالضبط في الملعب الوطني الساعه 7:20 هناك، 21 دقيقة بتوقيت مكه المكرمه، فارق 7 ساعات بين مكه وبين طوكيو. ضربه البدايه ستعطى بعد حين. هذه تشكيله منتخب البرازيل تقريبا المكتمله التي تلعب اليوم باليسون في حراسه المرمى، دانيال ألفيش على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى غيليرمي أرانا، وسط الدفاع إيدر ميليتاو وماركينيوس، باكيتا مع كازيميرو وفريد، رافينيا، فينيسيو جونيور ونيمار في الجهة المقابلة تجاه نيمار الذي يقترب رويدا رويدا من حارس، استلمها نيمار، أوه جول، لا الكرة تضرب في القائم في أول لعبة خطيرة لمنتخب البرازيل على كوريا الجنوبية بالأربعة منذ 3 أيام. منتخب البرازيل، شوف الصدفة، الفاز بآخر كأس عالم له في 2002 البرازيل وما زال لم يفوز بعد. منتخب الياباني عن طريق اللعب التو يلعبها في العمق، تلعبهم ولو أو أنه هي مباراة ودي. مينامينو، كرة صعبة لصالح منتخب اليابان، مينامينو وخطأ رائع الكرة هذه، والخطأ في التدخل من هنالك من داني ألفيش على لاعب نادي، مرفوع الكرة لإيطا، كرة الراسية، مرت سلامات في الكرة الأولى لصالح منتخب اليابان، يدخل ويخرجها مرة ثانية، تسديدة من فريد عالية فوق المرمى، الكرة هذه من لاعب مانشستر يونايتد. التو يحاول يمر، كرة ممتازة من التو والتوزيع والرقية الأولى، جوني التو يحصل على رقية أولى بعد هذه التغطية من قبل على التفوق ولا مرة على البرازيل. ومن التو أرانا، الفكرة كانت مليحة ولكن من لاعب رافينيا وباكيتا، وانطلاقة من داني ألفيش، هرب كرة لنيمار في الوسط، كاد يضيع الكرة، رجعت في الخلف ماركينيوس وفيه خطأ، يصفروا لصالح نيمار. نيمار وتشوف رافينيا وفينيسيو جونيور وخروج أليسون، يوشيدا كرة في العمق ورافينيا، الحارس يصد، التسديدة مرة ثانية بعيدة من كازيميرو، بالعقب لباكيتا، باكيتا ممتازة، محاولة المرور من فريد والحكم يرجع ويصفر خطأ لفريد، ارتكبه المدافع مايا يوشين، الرؤوس صعود ماركينيوس وميليتاو مرفوعة، الرصيد في الوسط لإندو على الخلف ناغاتومو، لكن بعيدة في القائمة الثانية، وكذلك إيتاكورا، أولولو مرة سلامات، الكرة الصعبة هذه مرة سلامات على يمين الحارس الي، صعبات خلف فينيسيو جونيور، نيمار لم يمر، التغطية والعرقلة هنا من قبل إيتاكورا السبيل الوحيد لإيقاف الكرة، مرفوعة بشكل رائع، أولولو الرأسية من هنالك كاد يفعلها نيمار، جونيور فينيسيوس جونيور نيمار، والدفاع يخرجها عن طريق المدافع ناغاتومو بعيدة تماما، الضغط العالي مع نيمار، رجع للخلف تسديدة، باكيتا نيمار، باكيتا والدفاع يدخل ويخرجها، وخروج بالكرة من هنالك من مينامينو، عبالي جوني التو والتوزيعة هائلة، نيمار وفينيسيوس، نيمار انطلق، نيمار فينيسيوس، تغطية من ناغاتومو والحكم يصف الخطأ لنيمار على خط ال 18 لصالح ملك، كذلك رافينيا، نيمار التسديدة والدفاع يصد، ضربت في الجدار ورجعت الكرة هذه، نيمار يضغط وفيه خطأ التو، كرة بينية ممتازة لناغاتومو، الكرة مرت سلامات، طلبها المدافع يوتو ناغاتومو على المراوغة، ما زال نيمار حاول يمر ويكرر من امام تاناكا، الحكم قريب من اللقطة يصفر خطأ لنيمار، ارانا يدخل ارانا على الارضية، القائمة الثانية الرصيد، كازيميرو وصلت لباكيتا تلعب في اتجاه نيمار، العب يا نيمار، باكيتا الحكم يرجع في نهاية المطاف ويصفر له خطأ فوق ارضية الميدان، هذه يفعلها من مخالفة رافينيا،
رائعة من رافينيا، التسديدة مرت على يمين غوندا في وقت كنت أقول هل سيتمكن من هز الشباك من كرة ثابتة، يبحث عن فورواشي بعيد الكرة نايل طار كازيميرو، لا نيمار باكيتا، نيمار استلم، نيمار والحارس بروعه، كثافة عددية كبيرة لمدافعي اليابان. شفت الإعادة بالتصوير البطل، البرازيليين شوية بكيين يعني. فدا رافينيا مرفوعة بشكل رائع، مرة يلحق عليها اللاعب ارونا، نيمار تسديدة، باكيتا تسديدة من باكيتا ولمسة يد عند اللاعبين اليابانيين ودفاعهم وسط ميدانهم. تمام هذه المباراة، عاد التقي بكم بعد حين مشاهدي الافاضل، تفضلوا بالتكرم للبقاء. طارق الحماد لحظات سيكون لديك بها الموسم، ولو أنه المنتخب البرازيل ما زال تنتظر مواجهة، لا طبعا المنتخب البرازيل يختم موسمه بهذه المباراة الدولية الودية، في حين اليابان سيلعب مباراة أخرى دولية ودية في توقيت مكة المكرمة، وانطلق من على الجهة اليسرى هنا عن طريق المهاجم الخطير رافينيا الذي يستفيد داني ألفيش، يرجع لرافينيا وديت كورة في وسط الدفاع مع يوشيدا، الجهة اليسرى ناكاياما، وسط الميدان إندو وتاناكو وفورواشي، ثلاثي الخط الهجوم، نايمار كرة ممتازة لفريد، فريد يستلم، زالت يافاريا الكرة هذه، يبحث بحث عن من يمنو، تسديدة تضرب في ماركينيوس وتروح ركنية لمنتخب فان، الرقية تنفذ من هنالك على الجهة اليمنى الراسية، باكيتا خطيرة، فريد، نايمار، نايمار، أوي الكرة في الركنية لمنتخب البرازيل. زد في فريد، داني ألفيش مرفوعة في القائمة الثانية، هاي صعبة، نايمار البحث عن كازيميرو مرفوعة بشكل رائع والدفاع يدخل، رافينيا يدخل يواصل، رافينيا ما زال، رافينيا خرجت 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 يا رافينيا، رائع التوغل هنا من قبل رافينيا على الوقت، ألفيش ألفيش الراسية وخطيرة، وي الكرة اللي طلبها داني ألفيش ولحقها بالراس، والمرة الثانية عرضية، وركنية، كرة صعبة وخطيرة لليابانيين من هنالك، تنفذ الركنية الراسية، زيميرو لنايمار، لنايمار، نايمار يدخل التو يواصل عنده الكرة عرضية، فورواشي بعيدة، نايمار استلمها، نايمار اولا لا على الطائر هوائية، الكرة استلمها بصدره وضربها من جابرييل جيزوس بالراس، وغارتينيلي تسديدة، والحارس وريشارليسون، وقال ركلة جزاء، ما زال الخطورة وركلة جزاء، يصفر الحكم للبرازيل بعد هذه العرقلة، نايمار يضل 1-0 للبرازيل، نايمار 74 هدف، وبيلي 77 هدف، بقية صاحب 4 73 هدف، بيلي عنده